زين، بالنسبة إلى الإمام المهدي نعتقد به أنه محمد بن الحسن العسكري، كانت له غيبتان، ولد في سنة 255 للهجرة، وغيبته الكبرى في سنة 329 الغيبة الكبرى، وكانت له غيبة صغرى أي بعد رحيل الإمام العسكري، غاب تلك الغيبة الصغرى، وكان يتواصل مع نوابه عن طريق النواب، يتواصلون مع الشيعة. زين، ولد بسر من رأى، المدينة المعروفة اليوم بسامراء. يعني هذا باختصار عن الإمام المهدي، وكانت له غيبة وهو حي يرزق إلى الآن. زين زين، بالنسبة إلى ذلك، بالنسبة تمام ما في مشكلة، هذا الإمام المهدي تكلمت عنه باختصار، ونوابه عبارة عن أربعة سفراء. بعد رحيل السفير الرابع انقطعت السفارة والنيابة، وقال الإمام صلوات الله تعالى عليه: من ادعى السفارة بعد ذلك فهو كذاب. وأول سفرائه ألا وهو المعروف بالعمري، وثم ابنه محمد بن عثمان، ثم ثالث الحسين بن روح النوبختي، والرابع ألا وهو المعروف بالسمري. هؤلاء هم سفراء الإمام الأربعة الذين برحيلهم انتهت وانقطعت الغيبة الصغرى، وانقطع التواصل بين الإمام وشيعته، وغاب الغيبة الكبرى، وانقطع التواصل بين الإمام وشيعته، وغاب الغيبة الكبرى، وانقطع التواصل بين الإمام وشيعته، وغاب الغيبة الكبرى، ولعن من يدعي النيابة والسفارة بعد ذلك. الإمام المهدي عندنا ليس غائب بشخصه، يعني الإمام المهدي موجود، وفي الحديث الصحيح عندنا الذي أخرجه الصدوق وغيره أن الإمام في كل موسم يحضر في موسم الحج ويرانا ونراه، يعني هو الذي يقول في كل سنة أقف في ذلك الموقف وأراكم وتروني، لكن هو غير معروف بعنوانه. انقطع التواصل بين الإمام وشيعته، وغاب الغيبة الكبرى، أن الإمام في كل موسم يحضر في موسم الحج ويرانا ونراه،